وين ما كنتوا مشاهدينا بدي حييكم مع الحل عنا دايما عبر الام تي في. ولا شك انه بدي حيي كمان كل رؤساء البلديات يلي عم يشتغلوا هلا خصوصا مع بدايه موسم الشتاء من تنظيف اقنيه وغيره حتى المواطن اللبناني ما يكون اكيد كل مره اسيره. ولكن اليوم نحن وياكم رح ننتقل الى مرموسه، هي اسمها البلدي مرموسة ولكن لما بنحكي مرموسة مرموسة الدوار، ما بعرف ليه، مع انه الدوار هي بلدة لحالها قائمة وجارة مرموسة. مرموسة هي احدى القرى اللبنانية من قرى قضاء المتن بمحافظة جبل لبنان، ومنها سفير المحبة 1753 لما قامت مجموعة من الرهبان اللبنانيين ببناء دير مرموسة الحبشي على بقايا ملاذ قديم. بالسنوات اللاحقة استقرت الأسر المهاجرة من جبال وشبانية وبكفية في المنطقة، وكانوا يعملوا كلهم بزراعة أراضي الدير. فتدريجيا نما المجتمع في قرية مرموسة الدوار مع المساعدة المالية الحكومية ب 1950، ونجح المزارعون المقيمون في الحصول على ملكية الأرض وتوسعت البلدة. ومن وقتها تم بناء العديد من الفيلات والمنازل في المنطقة المحيطة، وبالتالي بين أشجار الصنوبر اللي بعضه محافظ عليها وهي يمكن من أبرز معالم القرية الدير والطاحونة. وأنا كتير بسرني اليوم استضيف رئيس بلدية الأستاذ حبيب شيبان اللي هو من سنة 98 عم يتولى رئاسة البلدية. طبعا احنا منرحب فيك رئيس، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني من دير وتوسعت وصارت اليوم منطقة سياحية بامتياز، قرية لبنانية بعدها محافظة على تراثها من خلال الأرميد والحجر والبناء، وكمان كانت يمكن وجهة لإخواننا العرب اللي عمروا أغلبية الفيلات عندها، واللي للأسف صار إنه 3 سنين ما شفنا حدا منهم بسبب الظروف. يعني السنة فينا نقول ما تعدوا نسبة 10% يعني، ولفترة قليلة وغادروا لبنان يعني نظرا للظروف المحيطة بالمنطقة يعني. وده بيأثر هالشي على البلدة بيأثر بنسبة عالية جدا، لأنه المداخيل الأساسية لبلدية مرموسة قائمة على إخواننا العرب وحتى اللبنانيين المهاجرين برا، لأنه هذا الدخل الأساسي. بتعرف أنه الضياع مثل مرموسة والمناطق المحيطة فيها كضياع سياحية ما عندها مداخيل من مشاريع معينة ثابتة تطلع، بتقوم على هيدي وعلى أموال الصندوق البلدي اللي هي أنت بتعرفي قصتها، ما بدنا نشرح يعني كتير. وبعدها ناطرينها وبتنوعدوا وبننوعد ومع كمان وبيصلنا اسم منهم يعني مثل كأنه عم بيمننونا بالشي، رغم أنه أموال الصندوق البلدي هي بالقانون كمحامي بحكي هي أمانة للبلديات لدى الصندوق، وبنعرف بالقانون شو كلمة أمانة. يعني هيدي بتحفظ وتعطى للبلديات، صارت تصرف بدون مراجعة البلديات. ولليوم يعني بعدنا عم نقبض أموال سابقة من 2013 يعني، ونحن بحاجة لها اليوم يعني كثير. يعني أنتم هلا بحاجة 2014 2015 ما عدا الخليوي، ما عدا والخل، نعم، وما عدا المداخيل اللي كثير قديمة من سنة 82 84، في كثير ما راحوا على البلديات يعني موجودين. صار في عدة مراجعات فيهم من عدة بلديات ومن عدة اتحادات، ما في شيء، بيقولوا لك ما في مال. والمكلف اليوم يعني شو يعني قد بده يكون اليوم الرسم البلدي يعني سنويا؟ طبعا مكلف بيدفع لرسوم للبلديه. اليوم اخواننا العرب اللي عندهم هالفيلات عم يدفعوا في حدا متوكل لهم على ابنيتهم او ستنا هالسنتين كان الدفع كثير قليل. هن بيدفعوا، نعم، ولا بأس بالقيمة المحددة لأنه طبعاً أكيد كلها فيلات كبيرة أكيد ضمن القانون. طبعا ضمن القانون، بس هلا عندهم هن في كثير عندهم محامين بيتولوا هالأمر، نعم. بس قلنا تقريبا سنتين مع قسم منهم ما عم نقدر يعني، صبحت قصة ناطور البناية أو حدا ما في يقوم بهالمهمة هيدي، والمحامين بيقولوا لك عم نحكي معهم عم نتواصل معهم، بس بعد لحد هلا ما في ما في ما في. منا خايفين عليهم بس بحاجه لهم طبعا، منا خايفين طبعاً. لهم لانه البلديه اليوم حتى تستمر طبعا المكلف يعني، لانه في اليوم عندك الخدمات العامه اللي بدك من عده امور يعني. اليوم شو بتقوموا يعني؟ تفضل. نحن اليوم يعني كمرموسه بشهاده الكل بيعرفوا
التضامن الموجود أول شيء والتجانس ضمن المجلس البلدي، يعني نحن العالم حقيقة بتحسدنا على هيك مجلس بلدي. لأنه 98 لليوم بعد مجلس بلدي مميز. نعم. وعلاقته مع الناس علاقة كتير ممتازة. حتى مش بس مع أهالي مرموسة، حتى مع الجوار، يعني حتى مع الدوار، مع زرعون، مع العقور. ما هن بذات الوقت رؤساء البلديات الموجودين إن كان بالدوار أو بمرموسة أو بالأعقور أو بالعيرون، كل أو ظهر الصوان، يعني هالأنتراج المحيط مع بعضه كلهم حقيقة رؤساء مميزين وشباب وبيتفهموا بعضهم وطلعوا من بعض الأشياء الرواسب القديمة، إنه هاي لا هاي الدوار، هاي العيرون، هاي دي مرموسة، لا صار عاملين مثل كتلة، يعني نتشاور ومنتعاون بكتير أمور مع بعضنا، وهاي دي سبب من أسباب النجاح. يعني نحن عملنا جولة على كل حال بالمنطقة، رح نشوفها سوا معك أستاذ حبيب، وأكيد تعليق لك على بعض الأمور نشوفها سوا. ساندي محفوظ، يعني هون نحن دخلنا المتن السريع رئيس، للأسف عم نشوف نفايات، هذه مش أنت مسؤول عنها، بس قديش مؤسف أنه اليوم على المتن السريع يكون عنا هيدا الجسر بين عين عار ومرموسة. طب شو قضية هالجسر هيدا رئيس؟ عين عار ومرموسة؟ يعني بعبديت 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 ومرموسة. نعم، هيدا الجسر هو هيدا قبل ال قبل هو عمليا ضمن منطقة بعبديت العقارية. نعم. ونحن بعبديت بنتعاون كتير على الأمور، يعني الموجودة، إن كان نظافة، إن كان طرقات، إن كان كل هالأمور هيدا. بس هيدا هالجسر هيدا يعني حطيناهم مرة اثنين ثلاثة، وكان وقتها رئيس البلدية الأستاذ عماد لبكي اللي هو ساعات المحافظ. نعم. اليوم يعني كان كتير متجاوب وكتير في أشغال بيناتهم، وهلأ وعدونا هيدا هيدا الجسر، جسر زرعون مثلا هون، بعرف كم مرة أنت ساهمت فيه هيدا هون هالطريق هيدا؟ نحن قصتنا السنة وقبل السنة كل الأعمال اللي عم نقوم فيها حقيقة عم نقوم فيها بدل عن الوزارات المعنية، لأنه هيدي تعرف الطريق الرئيسية، الطرقات العامة هي من صلاحيات وزارة الأشغال مش من صلاحيات، لأنه البلديات هي على عتاق الطرقات الداخلية. لكن لما بصير في عندك جورة ضخمة أو حيط نزل أو أي شيء بصير من هونيك تاب وعم بيتلكوا تيقوموا بهالموضوع هيدا، ما فينا نتركه لأنه الناس بتقلك وين البلدية. يعني نحن قبل ما نشوف الأرمى، يعني هذا الكوع، يعني مريت بقول إذا تصحيت صغيري بيجوا بالوادي. نعم. طب هيدا مش لازم، يعني هذا مين لازم يعمل؟ هاي طريق رئيسي تعاد على وزارة الأشغال أم بلديتي أو بلدية بعدات؟ لا لا من المملكة، هاي طريق رئيسي تابع على وزارة الأشغال. قدمتوا شي مرة شي طلب؟ صار حوادث كتير هونيك. ستنا صار في مراجعات، يعني ما رح قلك من عهد كم وزير أشغال مرقوا، وحتى اليوم بهالطرقات هيدي من هيدا الجسر ومن غير جسر ومن الطريق اللي بتربط بلدية مرموسة بمنطقة زرعون في دوفيات واقفة بوزارة الأشغال لليوم، نزلنا نحن وياهم وصورنا على الأرض، إن كان طرقات، إن كان حيطان، إن كان الصورة، مثل ما بيقول ما طلع الوعد وما في شيء. ونحن ضمن امكانياتنا السنه راحت يمكن الام تي في وصورت، لو ما امنا بتزفيت قسم من الطريق بين مرموسه وزرعون، هي مش تزفيت بمعنى تزفيت، يعني مثل ما بيقولوا على الدارج ترقيع، يعني ما كان فيكم انكم صوتوا على زرعون. على حال شفنا نحن هيدي الشق اللي صايره بزرعون، احنا يعني عرضناها حتى على مدير الصيانه، مدير وزاره الاشغال العامه الاستاذ بولس، وقال انه ساعات القائم مقام حكيته فيها، وهلا نيه على طريق التلزيم، ولكن ناطرين اعتماد. هيدا موضوع الاعتماد، بتتلزم بس بدها اعتماد، هاي المشكله. بس هيدي ما بتهدي. هيدا اليوم في عندنا كمان اذا بتطلعي بين طريق مرموسة وزرعون، هل يعقل اليوم بمنطقة صارت مكتظة بالسكان في قسم ما فيها أعمدة إنارة، صرنا مراجعين فيها ما بعرف قديه، وموجودة بشركة الكهرباء، يعني بتمرق بقسم ممكن تتشلحي، ممكن تنقتلي، ممكن ما بتعرفي شو بصير يعني فيها هونيك. كمان على الوعود، يعني أمنا نحن كبلدية بتركيب أعمدة بفترة من الفترات
ورجعت اليوم الشركة عم تزرع أعمدة تنزيل هيديك، لأنه بس ما قدرنا نوقف يعني إنه تضلي وهيدي طريق بالصيف بيمشوا عليها العالم بيتنزه وهي متنقف للناس طبعاً. يعني شو في غير سياحة إنه يمشوا على الطريق ويروحوا ويجوا، بس معقول إنه ما في كهرباء؟ خصوصا إنه هوا نظيف سنوبر وما عندك تلوث سنوبر. نحن منطقة مرموسة خلص إجمالا السنوبر تحددت فيها، مخطط التوجيهي فيها شو؟ ستنا أول شيء الأراضي، أكثر الأراضي بمرموسة بيملكها دير مرموسة، وبتعرف توجه الأديرة هو عدم البيع للرهبنة المرومية حتى اللبنانية. الرهبنة ببعض الأماكن استردت الأراضي اللي كانت من بيعها ودفعت حقها تعيدها لدير مرموسة، وهيدي شغلة كتير مهمة عملوها يعني القيمين على من الأب الرئيس الأبيتي جلخ لكل القيمين على هالدير هيدا. عم نرجع نعيدها، يعني هي صارت بحد ذاتها في مناطق بمرموسة صارت محمية طبيعية موجودة، ولهالسبب استحدثنا مركز للدفاع المدني من 10 سنين عهد الوزير الياس المر يشكر على هالموضوع، أنه خلقنا مركز للدفاع المدني لأنه منطقة صنوبرية وحرشية كبيرة، يعني لو سمح الله صار في أي حريقة أو أي شغلة تكون في مطرح حريقة. بعدكم هلا عم تدعموا الدفاع المدني بهالظروف هيدي لأنه ظروف صعبة؟ نحن الدفاع المدني هلا يعني بالمبنى البلدي الجديد له مطرح، ونحن كنا مستأجرين لأنه لما تأسس الدفاع المدني القرار اللي طلع من الوزارة شرط كان أنه تقوم بلدية مرموسة باستئجار مكان لمرموسة. يعني عم شوف قدامك اليوم البروجي تبع مشروع بناء المجمع البلدي، ياريت نفرجيه على الشاشة، هيئته مهمة كتير يعني كمشروع بلدي يعني اليوم لبلدية مرموسة. لبلدية مرموسة هذا مشروع الحلم، هذا الحلم بلش ولا ما بلش ولا كيف؟ صرنا بدك تقولي صار منجز، هو مقسوم لثلاث أقسام. نعم. في القاعة العامة اللي هي لجميع المناسبات، جميع المناسبات شو ما كانت. نعم. أكراه، أفراح، أعياد، شو ما كانت، احتفالات، مهرجانات، ندوات، خطابات، شو ما كانت، عم نعمل صالة عريقة حديثة بتليق اليوم بأهالي المنطقة وبأهالي مرموسة والجوار. نعم. هلأ بتقولي لي كيف؟ تمويله. كيف تمويله؟ لأنه بتعرف الأموال بالبلديات بالمناطق الجبلية ما بدي خبرك عنا يعني شو هي. نحن مشروع كمجلس بلدي كان هو مشروع تحدي بالنسبة لنا، ومشينا حطينا إيدنا بين بعضنا وبلشنا. وفي أهل خير كتير ما فينا هلأ نعدد ونسمي أصدقاء البلدية واللي منقدر نحن من البلدية نحطه ندفعهم حسب القوانين المرعية الإجراء إمنا فيهم. وهلأ المشروع اللي هو أهم شيء بالنسبة لنا والأسرع هي القاعة العامة. نعم. وبنرجع بنعمل المركز البلدي وهودي لاحقين عليهم، يعني القاعة العامة أصبحنا ب 85% منها. شو بتضم يعني غير للدفاع المدني وغير أكيد المكاتب الإدارية والقاعات العامة؟ القاعة العامة صبحت لك إنه هي هاي الأهم لهالمناسبات كلها سوا. يعني احنا اذا بدنا نعمل احتفال للاطفال بعيد الميلاد مشكور الدائر كان يعطينا مطرح، بس اليوم بصير عندنا قاعه عامه بتضم طابق اعمده ومنه قسم رح يكون حسب تخطيطنا اذا الله وفقنا قسم كمستوصف مركزي بالمنطقه حديث. هلا في مستوصف؟ لا ما في، ما في يعني ممكن نستحدث؟ لا ما في، في بعبديت في على كل حال. نحن استاذ حبيب رح نوقف مع صفحه اعلانيه وبعدها منتابع نتعرف على اقسام مشروع بناء مجمع البلدي بمرموسه واكيد قضايا انمائيه اخرى. منتابع الحل عنا مع رئيس بلدية مرموسة المحامي حبيب شيبان. أستاذ حبيب، إذا تعرفنا على طبعا بناء مجمع بلدية مرموسة، رح يكون مجمع يمكن بده حتى ينتهي سنوات، ولكن تدشين القاعة العامة اللي هي الأساس قربت ما هيك؟ أكيد قربت. نحن بإذن الله يعني من هلأ لآخر السنة 2015 لازم نكون هيئنا لتدشينها القاعة العامة باحتفال مميز. أكيد رح توصلكم الدعوة علي يعني. شكرا لك. لأنه بدي أحكي شوي هلأ مع الشتاء، يعني بلشتوا بتنظيف الأقنية، يما في صيانة متواصلة أول شيء تنظيف المجاري؟ أول شيء نحن بالنسبة لهذا الموضوع بنستدرك الأمور من أول أيلول كل سنة يعني.
لأنه أيلول ممكن يكون شهر خطر بفاجئك بال. خصوصاً القش سنوبر يلي على الهواء شوي بينزل وبيعمل. نحن عنا إجمالاً صيانة دورية على الأقنية والمجاري. نعم. بس منكثفها بهالفترة هذه، يعني هلأ إذا أنت بتطلع على الأقنية تمشي الماء بشكل طبيعي فيها. بالنسبة لصرف الصحة عندكم، عندكم شبكة ما كمان مثل كل المتن بده محط التكرير. نحن للأسف عنا شبكة، نحن سنة 2002 كان عنا شبكة مجارير قائمة. نعم. بمرموسة منتهية ما في جورة صحية حد بيت. نعم. وهذا المشروع أنجز على أيام دولة الرئيس المر، عملنا ملف بالدولة ولحقناه بشكل قوي وأساسي كتير، وتساعدنا بشكل قوي عليه تحققني، لأنه أكيد البلدية إذا كانت بدها تعمل بدك تنسي في مليارات بدأ يعني منه لين هيدا، مع مشروع تأهيل طريق شاليمار مرموسة الدوار اللي شايفتيها اللي صارت فيها أقنية وحيطان صحيح. بشكل متطور كتير. نحن من مرموسة حققنا إنجازات كبيرة، هلأ مشاريع كبيرة بالنسبة شو؟ لحجم الضيعة. هلأ حاليا بطور شو رئيس؟ نحن هلأ أكيد مع الحفاظ على الشأن اليومي، يعني النظافة العامة، الأقنية، تنظيف الشوارع اللي هي هيدي مثل ما بيقولوا أولوية أولوية وشغل يومي. أكيد تركيزنا هلأ نية أنه نخلص هال المبنى والقاعة نعم. العامة، لأنه عم بيتطلب وقت وعم بيتطلب شغل وعم بيتطلب مال وعم بيتطلب أشياء كثيرة. طيب. بس للأسف الشغل اللي أكثر شيء اليوم اللي أخذت تقدمت عليهم هي النفايات. هي النفايات. وشاركت أنت يعني كلنا طبعا خطة الوزير شايب، هو قال والتقى معكم بالبلديات ببلدية جديدة سد البوشي وكان صريح قال هذا الحليل ما قدرنا عنه بالوقت اللي كان منعطى لنا، يعني غير هيك شو سترة بك. نحن على صعيد مرموسة يعني ما رح نحكي عن حالنا، العالم اتصلت فينا من نعم. أول نهار نحن ما في عنا كيس نفايات على الطريق. نعم. يعني كل العالم صورت بس ما مرقت كاميرا من مرموسة. والفرز بلش بالبيوت رئيس؟ بلش من فترة شي شهر إجمالا بتعرفي بصير يتقدم شوي شوي، يعني تقلك صار إنه اكتمل لا. نحن أخذنا يعني جبنا شركة دغري، يعني نحن وضبت هالنفايات. نعم. كنا على يعني لو كان عندنا لمركزية مثلا إدارية قداش كانت بتنحل مشاكل. اليوم الاتحاد كمان عم بتشاركوا باجتماعات الاتحاد مع ست ميرنا المر، القائمة قمية كمان عم تشتغل، ولكن ستنا الاتحاد صار عامل أكثر من اجتماع بهذا الموضوع. بس في شيء أساسي بنقول فيه، اتحاد ست ميرنا والقائمة قم كلهم عم بيقوموا بجهد جبار بالنسبة لهالموضوع، بس في شيء اليوم الإدارة المركزية ما عم تقدر تحققه. اليوم نحن إذا جينا اتفقنا على كل شيء، طيب وين منطمر؟ وين منفرط؟ هل الإدارة المركزية عطتنا الضوء الأخضر إنه يا خي روحوا تعاقدوا روحوا اعملوا؟ طيب رحنا نحن دفعنا أموال مجموعة بلديات أو اتحاد وطلع قرار بكرة إنه خي بدكم توقفوا كل شيء، نحن تعاقدنا عملنا عروض بدنا نروح نكب هالمعمل، شو بيصير فينا؟ من هيك خطة الوزير شهيب هي الخطة اللي الدولة هي مسؤولة عنها وهي اللي عم بتنفذها. وقالنا الوزير شهيب انه خيي هاي الخطة اللي عنده شيء ضيفه عليها، لأنه خطة كانت سريعة وما فينا قدرنا أكثر من هيك. وقال بشغلة انه في موجودة، توافقنا على شغلة امبارح انه بين المواطن والدولة في شغلة الأساسية اللي مش عم تقدر يجمع، هي أزمة ثقة. ما في ثقة. حتى يعني قبل ما نختم هيك بحب، إذا كان دير مرموسة الحبشي اللي كان هو انطلاقة إنماء المنطقة بالتسعين 1950، اليوم قداش هذا الدير مع إنتاج النبيذ مع قداش عاطي قيمة مضافة لبلدة مرموسة وللبنانيين؟ ست ربيكة إذا بدي أحكي عن دير مرموسة بدي أكثر من حلقة. نحن حبينا نختم. وأنت بلشتي ببناء الدير وكيف بنى الدير وعن أهالي مرموسة اللي إجوا اللي كانوا يتسموا شركة الدير، كانوا شركة نعم. الدير عائلتي. اليوم حاليا هلأ هذا الدير قديش بشكل قيمة مضافة؟ بشكل قيمة مضافة ما تصوري قديه، نظرا للمشاريع السريعة والقوية اللي عم بقوموا فيها، عم بيشغلوا كتير القيمين على هالدير، قيمين على هالدير تحية. وخصوصا اليوم شركة أديار نعم. اللي هي بتنتج منتوجات النبيذ وكل ما يشتاق عنه صار مركزها الأساسي بمرموسة وهذا شيء بيفرحنا. يعني كل الأديار اللي بتنتج منتوجة بيجي على مرموسة وبيتصنع بمرموسة وصار إلى مركز لمنتوجات الدير،
وفي احد نماذج النبيذ جاب الميدالية الذهبية بفرنسا سنة الماضي، وصار في عنا اليوم حركة مهمة مع بين لبنان وبين فرنسا وبين دار مرموسة، اللي خلية نحل دار مرموسة 24 على 24. يعني قديش كمان في ناس عم تعتش من 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 الدار، من من الأعمال، من الإنتاج، وناس كمان قديش صار عم بيجيب ناس اللي عم بيجوا يشيلوا منتوجات الدار، لأنه من قايمة عن بيت، قايمة عن بيت، قايمة على الخضار والفاكهة اللي هي أورجانيك كلها يعني اليوم، لأنه ما في شيء نموذجية. نعم. نموذجية الألبان الأجبان، لأنه عندهم مزارع حديثة، عندهم مراكز لل لتربية الأبقار بمواصفات عالية. يعني حقيقة أنه إذا بدنا نحكي مش البلدية اليوم عم تساعد كمان دير مرموسة وبلدية مرموسة، دايما بنحكيها بالدير وبرات الدير بيكملوا بعضهم، واحد بلا اثنين مش ماشي الأمور. أكيد. نحن حدن وهن حدنا، وشقفة الأرض اللي نحن عم نعمر عليها المبنى هي من الدير، صار في عقد مقايضة وطلع بمرسوم جمهوري، وأخذنا شقفة أرض من الدائر مهمة مقابل فضلات طرق كمان هني أخذوها من عنا. التكامل ماشي، هذا شيء يعني إن شاء الله يضل على طول ماشي، لأنه شغلة مهمة كتير إن شاء الله. أنا أكحل بدي حييهم، وبدي حييك رئيس بلدية مرموسة الدوار والمجلس البلدي، وأكيد المخاتير الموجودين والأهالي، بدقولهم للعرب يلي عم بيشوفونا هلأ ويلي رجعنا بالصورة عبر الام تي في، ذكرناهم ببيوتهم ببلدهم الثاني لبنان، أنه أكيد يعني مستحب كتير عودتهم وحضورهم. شكرا لك أستاذ حبيب. مرسي لك. نحن بدنا نشكرك ونشكر إدارة الام تي في وكل فريق العمل تبعك اللي عم بيضوي، وهذا بهم أنه نضوي على المناطق الجبلية والمناطق المتنية وغيرها العالية، أنه المدن مهمة بس بدنا نضوي على الجبال لأنه هي الأساس. صحيح، هي الأساس لكل شيء، ونتشكركم على كل شيء. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا أكيد أعطيكم موعد بكرة مع الحل عنا دايما عبر الصوت، عبر طبعا الام تي في. إلى اللقاء.